جيلك يمكن احنا دورنا النهارده نعرف جمهور النادي الاهلي طبعا بنجماتنا، نجماتنا اللي كلهم زي بعض وكلهم بيساهموا بشكل كبير في انتصارات النادي الاهلي. يعني يمكن انت بتلعبي في المانيا، ايه قصه المانيا ورحت ازاي وازاي بتوفقي بين ماتشاتك في المانيا والماتشات مع النادي الاهلي؟ اوكي ميرسي اولا على المقدمه الحلوه اللي حضرتك عملتها دي. وتاني حاجه انا بدات في المانيا في 2016، كنت ساعتها لسه ناشئه تحت 18 سنه، ورحت في المانيا يعني بقالي دلوقتي في المانيا 5 سنين لحد دلوقتي. اول سنتين في المانيا انا بدايه اصلا لما رحت في المانيا كنت رايحه على اساس ان انا هوفق بين الاهلي والمانيا، بعدين حصلت زي مشكله كده وانا هناك وبتاع، وبعدين اكتشفت ان انا ما اقدرش العب ماتش هنا وماتش هناك ماتش هنا وماتش هناك. فساعتها في السنه دي ساعتها اداره النادي الاهلي كانت متفهمين جدا الوضع وكده، وقالوا لي كان ساعتها اصلا في الفريق كان كله كامل قوي، كنت انا اصلا لسه مثلا رقم 6 او رقم 7 على الفريق، فكان ساعتها القرار الاحسن ان انا اروح العب الماتشات هناك واخد خبرات هناك وكده. كده كان الاهلي كده الفريق كله كان جامد جدا، صحيح. فما كانش فيها اي تاثير بغيابي. فبالظبط عملت كده لمده حوالي سنتين او سنتين ونص مثلا، وبعديها لما اتكلمت مع الاتحاد الالماني وفهمت اكتر عن القوانين وكده، فعرفت ان انا اقدر ان انا اوفق بين دوريين. هو الدوري الالماني بيمنع ان انت تلعب في دوريين في نفس الوقت، ما عدا ان انت لو انت خلصت ماتشاتك في الدوري الالماني تقدر ان انت تلعب في دوري تاني. فبالتالي انا قلت خلاص تمام كده، ففعلا رجعت الاهلي وقلت انا عايزه ارجع تاني والعب وكده، وبقالي سنتين اهو مع الاهلي اخر دوريين الحمد لله. وبس وبعدين بقى رجعنا تاني ان انا متى يعني اخلص ماتشاتي هناك في المانيا وبعديها على طول ارجع العب هنا الدورتين المجمعتين بتوع النهائي بتاع الدوري. طب قولي لي برضو عادي، يعني يمكن ليه حرصك ان انت تكوني مع النادي الاهلي؟ يعني ممكن لعيب يقول لك انا رحت المانيا خلاص بقى انا يعني العب وارجع بقى اقعد مع اهلي وناسي وبتاع، ليه اتعب نفسي وارجع العب ماتشات واشد نفسي يعني عصبيا وذهنيا، ليه بتعملي كده؟ حبا يعني انا بالنسبه لي الاهلي هو اول حته، انا عمري ما لعبت في اي نادي في مصر غير الاهلي، وبدات في الاهلي من وانا عندي 8 سنين ان شاء الله. فانا اصلا دخلت لعبت البينج بونج عشان كان الصاله بتاعت الاهلي هي فيها تكييف، فهي دي اللعبه الوحيده اللي كان فيها تكييف، فقلت خلاص ادخل اجربها. هي دي اللي انا العبها، ما كانش موجود ما كنتش هبقى هنا دلوقتي. بس فبالنسبه لي ما اعرفش حاجه غير الاهلي في البينج بونج، وهو يعني الدعم كله والتمرين وكل حاجه اكيد وصلت لها اكيد ليها الفضل الاهلي. فاكيد لما يعني اكيد اول لما فهمت ان في فرصه ان انا اقدر ان انا اوفق بين الاثنين اكيد، حتى لو جيتي وما شاركتيش في مباراه مش كتير بالنسبه لك عادي. ان الفريق كله كويس والفريق كله جامد اكيد كل واحد بيبقى عايز هو اللي يلعب وهو اللي يمثل هو كل حاجه، بس في النهايه اولا ده بيبقى قرار يعني الجهاز الفني، وفي الاخر متعه ان انت تبقى مع الفريق كله ومتعه المكسب ومتعه اسم الاهلي ومتعه يعني فيها متعه كتير قوي تبقى بجانب مشاركتك او عدم مشاركتك، تبقى فيها حاجات كتير قوي ممكن تعوض ده عن ده. صحيح.